سيدي خليفي عبد الرزاق مدير اعمال مكلف بجلب العدائين للماراثون ديال مراكش، كيفاش داز الماراثون ديال هاد السنه في دورته 24؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعرفوا جميع المغاربه ان السيد خليفي عبد الرزاق مدير اعمال عدائين اثيوبيين وكينيين، وكنا درنا واحد المخطط هذه السنه هذه على تحطيم الرقم القياسي ديال 28 اللي كان برا حوزه السي عبد القادر معزيز، وتبتلينا اليوم باش حطمنا الرقم القياسي اللي يعني فكرنا باش نديرو 28 27، ولكن لحسن الحظ الارانب كانوا في الموعد ديالهم وتبعوا الخطط اللي عطيناهم البارح بالليل، ودرنا 6 35، يعني رقم كيتحسب من بين الماراثونات العشر الاوائل في العالم. السيدي خليفي، البرنامج ديالكم انتم الان تيبدا في مراكش، شنو المحطه المواليه؟ المحطة الموالية كاين عندنا 10 كيلومتر على الطريق اللي غنديروها بالمناسبة اللي ديال المرحوم السي عبد الرحيم القمري، اللي كنقول كان التعازي ديالي للعائلة ديالو، غنديروها ان شاء الله في 21 افريل من هذا الشهر من هذا العام هذا، اللي غادي تكون واحد المحطة غيتجهوا لها بزاف الاهتمامات، لان غادير بالمناسبة ديال التعزية ديال الاخ ديالنا يعني الفقيد عبد الرحيم القمري، اللي فقدنا واحد البطل، يعني ما كاينش واحد طيبوبة فيه، واحد الاخ ديالنا، واحد الصديق، واحد البطل عالمي. غادي نديروا المناسبة ديالو ان شاء الله نهار 21 ابريل، وعندنا مخطط واحد اخر المكان اسفي ان شاء الله غادي نديروا اسفي. الدورة الثانية العام اللي فات كنا درنا الدورة الأولى كانت دازت بنجاح، ودابا حنايا ان شاء الله في مخطط الدورة الثانية، وكاين لو سيمي ماراثون ديال الرباط اللي غيكون في افريل حتى هو عندنا تما، بغينا هذا العام ان شاء الله نباطيو لوروكور كما باطينا لوروكور ديال مراكش. عندنا واحد التخطيط باش نهبطوا من تحت ساعة 00:40 باش نحطموا نصف الماراثون ديال مدينة الرباط ان شاء الله. بالنسبة للملتقيات الدولية شنو هما الماراثونات اللي تتشاركوا فيهم؟ ماراثونات دولية، بالنسبة لآخر ماراثون اللي كنا شاركنا فيه ماراثون ايندهوفن، شاركنا في ماراثون روتردام اللي كان اللي احتل المرتبة الأولى يمن ادهن بجوج 4 دقائق، يعني كان واحد عداء اللي نبع من الماراثون ديال مراكش ونبع من الماراثون ديال غازا، وحطم رقم زوين هذا العام هذا اللي هو 2:4 في ماراثون ديال روتردام. عندنا ماراثون امستردام، عندنا نصف ماراثون مدينه دينها في هولندا، يعني لا 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 البرنامج كاين عامر بزاف هذا العام ان شاء الله. سيدي خليفي، تنعرفك بانك انت مدير اعمال العدائين الاثيوبيين، شنو الاجنده ديالك؟ واش داخل فيها العدائين المغاربه؟ اعطينا الاسماء ديالهم. يعني كان عندي مواعيد مع بزاف العدائين المغاربه بحال بالعباس، بحال كان عندنا مع البداي، كان عندنا مع مفتي، كان عندنا يعني كاينين عدائين مغربي حتى الان دابا، يعني كيجيو عندهم واحد البرنامج كنديروه اليوم باش كيجريو يجريو تظاهرات، خصوصا عندنا في هولندا حيت حنا مقيمين في هولندا، داكشي علاش كنا